السلام عليكم. اليوم اشتغلنا حجار لون فضي وتطعيم أسود، البوري 50 فضي، البوري 40 النازلات أسود، إضافة إلى الكماليات طبعا مرتبينها، الرمانة أسود وأبيض، الرافع ديكور العفو فضي وأسود، ثلاث خطوطي نزلان اثنين فضي، هذا البوري 16، والبالنص بوري أسود. الكريستالة عندنا هاي النوعية الفضية حسب ذوق أبو البيت، وهذا كارت مال المعمل، معمل حبيب المصطفى للألمنيوم، أبواب شبابيك كاونترات محجرات بي بي سي، وأبواب غرف أيضا البي بي سي، هذا المحجر. نحب نعرف شنو رأيكم بالتصميم والموديل واللون، وشنو الملاحظات اللي عندكم. انتظر على كل رأي لكم بتعليق على اليوتيوب بالتعليقات بصندوق الوصف. هم راح اخلي اضيف الوان محجر غير شيء، مثلا لون محجر فضي وبرونزي، الوان محجر الشمباني، المحجرات الذهبي والبرونزي، الفضي والذهبي، فأكو هواي ترتيبات وهواي ألوان. طبعا كل لون حسب رغبة أبو البيت أو حسب الأرضية مات المرمر. هسه هنا البايات اللي نشتغلها مرمر أبيض، فخلينا عكس البواري الواقفات سود، والبوري اللي قبضت اليد البوري 50 اشتغلناه لون فضي حتى يجي نسق هم تخالف وهم تقارب ويا الأرضية. وهذا باب ما الصحيات، باب ربع جام حشوة، وأريد نعرف شنو رأيكم بالعمل وشنو رأيكم ببقية الفيديوهات، ونشكر دعمكم. وهذه الكسرة فتشي لمسة بسيطة حتى ما تبقى عندي أي فراغ بين البوري والبوري. وهنا الصحن اجى اخر شيء مال البيتونه قفل. ملاحظه اللي انتبه لها من ناحيه الفيديو ومن ناحيه العمل، هذا الطابق الثاني هسه الموجود قدامكم ما بي لا رمانه ولا رافع ديكور، يعني الكماليات، انما الطابق الاول كان يحتوي كله على رمانه ورافع ديكور. إذا واضح عندكم ويكون أقرب أوضح. هذا مقطع الفيديو كله 7 دقائق و30 ثانية، بس استغرق من عندنا يوم كامل من ساعة 9 الصبح لحد ساعة 4، ومن طبعا برمضان، ومن الساعة 9 بالليل لحد الساعة 1 بالليل. خلاص 3 خلفات الجبل علي، أنا أبو مصطفى محدثكم، وأحمد الخفاجي، ومصطفى السراجي. ونشكركم ونشكر كل دعمكم ومتابعتكم. أريد أعرف شنو كان مثلا الأحلى أو الأرتب، لأن أنا ذوقكم وتعليقاتكم كلها الله شاهد جاي أطبقها وأغير للأحسن إن شاء الله. وأشكر دعمكم، ولا تنسون ضغط زر اللايك والسبسكرايز والمشاركة إذا عجبكم هذا الشغل بالجروبات اللي عندكم مع الواتساب، وأكون ممنون منكم، لأن ما ظل شيء أن أوصل 4000 مشاهدة، وممنون منكم، هذا كله بفضل دعمكم. ورمضان كريم علينا وعليكم.